جائزة أحسن ممثل لأحمد عز. مساء الخير جميعا. اولا انا سعيد جدا بوجودي معاكم النهارده، معلش انا طويل شويه على المكان ده. سعيد ان انا بشوف نجوم كتير جدا، انا من جمهورهم الحقيقه. انا عايز اشكر كل الجمهور اللي اداني صوته، بشكر معالي المستشار تركي آل الشيخ، ميرسي على الدعم ده جدا جدا. يسرى وحشتيني، بحبك جدا، وش السعد عليا. الجائزه دي يعني انا ما استاهلهاش لوحدي، دي جايزة كل الناس اللي أنا اشتغلت معاهم في المكيرة والجن، جايزة مروان حامد المخرج الكبير. بشكرك بشكرك بشكرك، ده مجهودك وده تعبك. الجايزة دي لو تسمحوا لي كمان، دي جايزة كريم عبد العزيز أخويا وصاحبي ويستاهلها أكتر مني كمان. وكل واحد اشتغل معايا في او انا اشتغلت معاه في الفيلم ده، دي جايزتنا جميعا. انا بشكركم جدا جدا، ويا رب دايما اللي انا شفته النهارده من تنظيم ومن الحاله الفنيه اللي موجوده تخلينا نفكر ان احنا نروح ابعد. انا دايما بفكر وبحلم ان احنا باعمالنا ان احنا نروح بعيد، احنا نقدر نعمل كده، وباللي انا شايفه النهارده ده انا متاكد ان احنا هنعمل كده. ميرسي جدا جدا، ودايما في نجاح يا رب. متشكر قوي.